بسم الله الرحمن الرحيم. الشبكة الصيفية لموسم 2024 تختلف عن الشبكات الصيفية الماضية، كون البرامج هذه الصائفة ستكون سياسية بامتياز. هذا أولا لكون إذاعة الجزائر الدولية هي إذاعة موضوعاتية، موضوعها هو الشأن السياسي بامتياز، إضافة أن الصائفة هذه هي تحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر. تبقى الإذاعة الدولية تهتم بالشأن الدولي، والبارز فيه كما تعلمون هو تبعات طوفان الأقصى ومسلسل الحدث الذي تصنعه فلسطين عامة وغزة خاصة، إضافة إلى أننا إضافة للمتابعة اليومية نعمل على الانتخابات الرئاسية وفق المراحل المعروفة والتي انطلقت رسميا يوم 8 جوان من خلال استدعاء الهيئة الناخبة، ثم تأتي المراحل المعروفة والتي تنتهي بيوم الاقتراع في 7 سبتمبر. إضافة إلى هذا الموضوع تحضرنا أيضا هذه الصائفة التحضيرات لسبعينية اندلاع الثورة التحريرية المباركة، وهذا يعني أن تكون هناك أيضا برامج ذات صبغة تاريخية تجمع ما بين الذكرى 62 لعيد الاستقلال في 5 جويلية والذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية، إضافة إلى برامج ثقافية مددنا فيها الجسور مع الإذاعة الثقافية خاصة وإذاعة القرآن الكريم، إضافة إلى البرامج التي تعود عليها المستمع ولكن تتكيف بنوع من الخفة، ولكن أقول بأن الفائدة مضمونة مع الإذاعة الجزائرية بكل قنواتها ومع إذاعة الجزائر الدولية، إضافة لتفاعلنا مع الأحداث اليومية التي نرجو أن نوفق فيها بإذن الله تعالى.